هو صعب، بس انه احنا ما كانش فيه اي اصل. دي مش اول مره موضوع شركه ابسوس، يعني الحادثه دي كان فيه قبلها حوادث وبلاغات قبل كده. فخلينا بس نتكلم انه ما ينفعش ان انا رايح، ما كانش فيه تصالح ولا كان فيه اي نوع من الاتصال على الاطلاق او في محاولات الاتصال معهم. هو رحنا ما لقيناش العينات اللي اتطلبت، اثبتنا الحاله، فاثبتنا انه ده عدم شفافيه من الشركه. انا بس عايز ارجع لنقطه مهمه جدا، احنا ليه الغرفه بتاعت صناعه الاعلام؟ يعني ايه غرفه صناعه الاعلام؟ احنا بنحمي الاعلام، صناعه الاعلام. هذه الغرفه تحمي صناعه الاعلام زي غرفه صناعه السينما، وزي ما الدكتور حسن ومحمد بيه قالوا انه احنا هنا الثقافه والفن والقوى الناعمه دي الحاجه المهمه والموجوده لمصر، ودي القوى الفعليه لمصر. فاحنا في الوقت اللي فات، الفتره اللي فاتت كلها، دول كبرى فعلا اتكلمت عن الاعلام، بتمول على الاعلام، دول كبرى بتصرف بكثافه وبشده على الاعلام. ولما ابتدينا يكون لينا في مصر صوت وعندنا اعلام قوي يتواجد على الساحه، هناك بعض المحاولات لاسكات هذا الاعلام المصري من التواجد على الساحه العربيه. لانه احنا من 7 سنين لغايه النهارده شفنا اعلام بتصرف عليه دول هو المتواجد على الساحه العربيه، وللاسف بيمثل كاعلام عربي على الساحه الدوليه كمان. ولما ابتدت القنوات المصريه تكبر ويكون ليها تواجد في المنطقه العربيه وتمثل بشكل دولي، ابتدى هنا الحرب على الاعلام المصري. وكان يجب التوحد وعمل هذه الغرفه لحمايه الصناعه دي في مصر، والا لو شركات الابحاث تضمنت او كان ليها مصالح مع بعض الشركات الغير مصريه في الوصول باعلام عربي ياخد من خلينا نتكلم عليها من الحملات الاعلانيه او من الشركات الاعلانيه من السوق المصري ويصرف بيها على هذه القنوات العربيه، هو معناه عدم وجود فلوس تصرف على القنوات المصريه. لو النسب دي قالت انه 60% يروح للقنوات العربيه والقنوات والباقي ال 40% ده للعشر قنوات المصريه، ده معناه انه العشر قنوات المصريه مش هيقدروا يكملوا، معناه انه العشر قنوات المصريه دول يبتدوا ينهاروا اقتصاديا بشكل من الاشكال وتبتدي المأساة. فده حماية لهذه الصناعة. وشكرا.